أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد، صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي: فلما بلغت فاطمة عليها السلام الزهراء مبالغ النساء، وأراد الله تعالى أن يزوج الطاهر بالطاهرة، أقبلت الملوك من الشام والعراق والحبشة ومصر وأهل الحجاز واليمن وجميع البلدان من الأكابر، يريدون المصاهرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلوا إليه الجزيل من الأموال من الذهب والفضة والدر والجوهر، وهو يابى عليهم ويقول: ليس أمرها إلي وإنما إلى الله تعالى عز وجل، وليس لأحد فيها أمر، وما من أحد أحق بها من علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان رسول لا يفارق عليا ليلا ولا نهارا، وكان قد بلغ علي بن ابي طالب عليه السلام مبالغ الرجال وقوي باسه، فلما كان ذات يوم من الايام قبل النبي محمد ما بين عينيه وقال: يا أبا الحسن، أريد أن أزوجك بامرأة من بني عمك. فقال: يا رسول الله، إني رجل فقير لا مال لي ولا تجارة سوى لامة حربي. فقال النبي: يا محمد ليس لك من الذي ذكرته منا، وانك محتاج اليه في مهمات الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى، والله يمنع عليك بالخير وهو الفتاح العليم. وخرج من عند رسول الله بعد أن أكل طعاما أهدى لهما من الجنة، أهداهما جبرائيل عليه السلام من رب العالمين. فقال احتاج علي بن أبي طالب عليه السلام في طريقه على سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري، وهم يتحدثون في أمر علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام الكلام، وقال لهم: ما كنتم تقولون وما
يا رسول الله
رسول الله كم أم فاطمة؟ قال 400 مثقال من الذهب الأحمر. فقال عقيل: رضيت بذلك؟ قال: نعم. قال النبي: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحضر المال إلينا. فمضى عمار بن ياسر نحو منزله وأتى بالصداق المذكور ودفعه إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. فقبضه علي عليه السلام ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة المذكور قر علي بن أبي طالب عليه السلام ساجدا شاكرا لله تعالى. فلما رفع رأسه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وأسعدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. ثم قال النبي: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله أمرني يا علي أن أزوجك بفاطمة عليها السلام، وأني قد زوجتكما على 4 مثقال من الذهب. فقال علي عليه السلام: لربي الحمد والشكر عليك. ثم قال النبي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لفاطمة: يا فاطمة، زوجتك سيدا من سادات الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال الراوي: فلما كان صباح الخميس عمد عقيل إلى جسور له فنحره وذبح إبلا كثيرا وعملوا وليمة العرس، وكان ذلك ليلة الجمعة. يا مستمعين الكرام، صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أخي ابن عمي علي بن أبي طالب.
I'm going to
I'm
بالجود والسماع الذي بيده كل مفتاح ووحي الأرواح ومخرج النبات ومنزل الفلكات وراج نافات وعالما بما هو آت الذي رفع السماء وبناها وسطح الأرض فدحاها وأنزل الجبال وأسراها وأجرع البحار فأجراها الواحد الخلاق الكريم الرزاق بارئ الأنام ومنشئ الغمام الذي يشمله الذي لا يشمله شيء ولا تختلف عليه النظر ولا تأخذه نوم ولا سودان الملك الكبير اللطيف الخبير رب الإنس والجان أفضل الصلاة صلوات صل على محمد عليه